الشرابقه بين رابعه لغات ورابعه بنات. نتعرف في البدايه على فريق رابعه لغات بالاسماء بتاعتهم. هو انا طب الصف الرابع بنات هنختار اول حاجه متسابقه من متسابقات الصف الرابع لغات. هنختاروا سؤال ورقه من هنا، هنعرف السؤال اللي احنا هنسالوه وبعد كده هنسالهم سؤال ونشوف مين اللي هيكسب. اول حاجه نختار مين اللي هيختار. هنا عندكم هنا قائد الفريق ومساء كمان، وهنا قائد الفريق هنقول مواد. خلاص مين اللي هيختار يا رميساء من هنا؟ قول يا هنا، تعالى يا هنا. السؤال بما تفس ندرك النبات الطبيعي في مصر. ليه النبات الطبيعي قليل يا هنا في مصر؟ بسبب لو حد جاوب من الفريق هياخد نص الدرجه. بسبب قله الامطار. يبقى هنا طبعا الاجابات هياخدوا نص الدرجه. لو جينا نقول بما تفسر اهميه الخريطه في حياتنا، مين اللي هتختاري؟ مين طيب يجاوب؟ انت؟ ماشي قوم. مواد ده؟ كل سقف مواد. المرة دي حد يطلع من رابعة بنات هو اللي يختار السؤال اللي هيسأله. عائشة ولا عائشة؟ تعالى عائشة. طيب كده يلا عشان نسأل زمايل. لقع جبل، مين اللي هيجاوب الأول هنا يا أمي يا عائشة؟ لقع جبل نقط جنوب شبه جزيرة سيناء، لو وريناه سانت كاترين العجمة التين. كل سقف عائشة. نختار مين؟ رمساء. قول، تعالى يا قول. اختار. ضع علامة صح أو خطأ. ماشي. مين اللي هيجاوب يا رميساء؟ قول برضو؟ ماشي. أشمل قارات العالم القديم آسيا وأفريقيا وأوروبا، صح ولا غلط؟ صح. صح، كل الكلام ده غلط. لازم أي منافسة أو أي مباراة يكون فيها فائز ويكون فيها حد ما حدفوش التوفيق. فطبعا في البداية هنشكر فريق الصف الرابع لغات، نسقف لهم سقفة كبيرة. هنشكر برضه فريق رابعة بنات، نسقف لهم سقفة كبيرة.